في الدم مناطق الحروب الإسلامية جزء من الوطن جزء من المستقبل بيتقدم صورة حية بالكلمة الصادقة والشعور الحقيقي لشباب هم أملنا شباب مدارات الفاروق في برنامج بنحيي بيها مش ذكر الثورة بل استمرارية الثورة. معانا آلاء وكريم هيقدموا لنا بانورامة شباب الفاروق شباب ثورة 25 يناير وقبل ما نبتدي هنستهل بالقرآن الكريم والطالب محمد أشرف. أمة نور سيدي
Yeah.